أختي السلام عليكم، نقدم لكم اليوم إن شاء الله مجموعة من السيارات المعروضة للبيع في موقع واد الديس والخاصة بولاية شلب. نبدأ بالسيارة الأولى داسيا سانديرو 2018 مازوتي قوت الأحصنة 85 لابات مانيال ماشية 60,000 كيلومتر، والسعر السعر المطلوب 196 مليون. الهاتف موجود في أول تعليق. السيارة الثانية كليو كونفيس 2012 ماشية 168 ألف كيلومتر، ولها طالب 132 مليون. يقول أنه فيها زيرو توش، موتور محرك جيد. رقم الهاتف تجدونه كذلك في أول رد. السيارة الموالية بيكانتو 2011 ليسونس 1.2 ماشية 208,000. صاحبها راه يقول أنه ما فيهاش بتوشات، ما فيهاش بنتورة. الهاتف 0747-32-08-01. عندنا كذلك كليو كات 2013 ليسونس 16V، المحرك بقوة 75 حصان، ماشية 136 ألف كيلومتر. صاحبها راه طالب 142 مليون. السيارة الخامسة بيجو 208 لاتوت 2013 اش دي اي 1.6 ديزل ماشية 271 ألف كيلومتر. صاحبها طالب 150 مليون. وفي الأخير نطلب منكم خاوتي دعمونا في القناة عن طريق دق الجرس، ولما لا دعمونا بجيم، وشكرا على حسن الاستماع، والله الموفق.